تحية عطرة لطاقم قناة الصباح الفضائية لإتاحتها الفرصة لنا لتعلم أساسيات وأبجديات التقديم التلفزيوني. كما أقدم تحياتي للوالدين الكريمين ولكل عائلة عمران مسلم روطان ولكل عمال وعاملات قطاع الخدمات الجامعية لولاية البويرة ولكل من يعرف عمران إلياس من قريب أو من بعيد. تحية عطرة لكل طاقم قناة الصباح الفضائية بولاية برج بوعريج، نشكرهم كثير على تنظيم هذه الدورة لتنمية مهارات طاقات شابة وشبانية موجودة هنا في الجزائر. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله يا ربي يفتحوا لهم آفاق للمستقبل البعيد، لما لا نلقاهم في كبرى القنوات العالمية وتكون انطلاقتهم من قناة الصباح، لأنها قناة مكونة، قناة أم. بالتوفيق لهذا الطاقم الشاب والفتي. أول شيء نشكر قناة الصباح اللي أعطتنا هذه الفرصة، ونوجه تحية لعائلتي كامل، عائلة بن قرشة كامل، على رأسهم عائلتي أنا، بابا يما خاوتي وكامل اللي يعرف عائلة بن قرشة وصحابي وحبابي، وإنسان ما ننساش إنسان عزيز عليا بزاف. بداية أحيي قناة الصباح هذا المولود الجديد الذي منح فرصة باش نكونوا في دورة تدريبية مع طلبة ما شاء الله أساتذة في القمة كذلك. أنا سارة والحين حبيت نحيي عائلتي خصوصا أبي الغالي وأمي وخواتي الصغار مريم بسمة إسراء وخوتي تانيت. تحية كبيرة لعائلتي كاملة والحين، وإن شاء الله المزيد من النجاح والتألق للقناة والجميع اللي عنده طموح وأمل باش يكون دائما في المقدمة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. الشكر موصول إلى كل طاقم قناة الصباح الفضائية، أقول لهم من هذا المنبر طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. كذلك الشكر موصول إلى العائلة الكريمة، عائلة قادري بما فيهم الوالدة الكريمة قادري ليلى، وكذلك الأستاذ والدي الكريم محمد قادري أخي حبيب، وكذلك البنات سكينة وأشواق وخيرة نور اليقين والجد والجدة. الزفلون أشكر قناة صباح على هذا التكوين الجيد والممتاز، وأشكر أيضا عائلتي عائلة سحلي، أشكر والدي وأخوتي، وأيضا الشكر الخاص إلى جامعة مسيلة وخاصة معهد علوم وتقنية النشاطات البدنية. أشكر الأساتذة الكرام الذين ساهموا في تكويني، وأشكر أيضا أصدقائي وأحبتي وأيضا زملائي في الدراسة وأيضا خريجي دفعة 2015. نشكر قناة الصباح اللي أعطتني الفرصة أن نكون هنا بيناتكم، نشكر الأهل تاعي اللي حفزوني، وشكر موصول للشخص اللي عاوني باش نكون لهنا بيناتكم، والأصدقاء تاعي في وطنية اللي كانوا معايا وكانوا واقفين معايا باش نكون معكم هنا. السلام عليكم. الزفلون تحية عطرة لقناة الصباح التي أتاحت لنا الفرصة في هذه الدورة التكوينية، وأقدم تحياتي لكل من عائلتي لفامي الشيخ ولفامي قاوة. أتشكر أرجزي وذي مولاني وذي يما ذافا ذات مثني أكذا ذوراوي وعبد العالي ميلينا، وتشكر كل نيت ثواشو تندرع الميزان أكلي كوليك وكت خدمة. بداية أشكر قناة الصباح على هذا الفرصة، وبلا ما ننسى ثانية الأساتذة الكرام أستاذ نعيم والأستاذة سارة، وكذلك أشكر عائلتي الوالدين العزيزين وخواتاتي وخويا العزيز محمد، وكذلك أيضا أشكر عائلة الزوج تاعي وخاصة زوجي العزيز، وكذلك أيضا أبنائي التوأمين إياد وبشرى وابني الصغير أمير، ونتمنى كذلك التوفيق لجميع المشاركين، وكذلك أيضا تم قناة الصباح نتمنى لها المزيد من التألق والامتياز. الزلف الأول نكون دينا غير لشان الصباح يعطيكم صحة في لشان سيكاين دبو دماني، وكنا نخدم لفورماسيون غرغروان، وإن شاء الله هننجح أكن من لذاك ذي لفورماسيون ونفرسي لي ريزولتا العالي. أختاني يذكر غخا من ناقص الدرجة الأولى نهني يبوسن يعيون نهي بزاف يوكنا دفونسير ذي الدوني ثينو. أختاني يذكر أك
اكن مره وكلي وي قادي يسنن سي البعيد نغ سي القريب وان شاء الله هاد فراغ سي بروفيسيونال. كل فكره كبيره بدايتها حلم، تتزاحم الكلمات وتتسابق العبارات لتنظيم عقد شكر. اولا شكرا لقناه الصباح الفضائيه اللي اعطتنا فرصه الظهور، ثم تحية شكر وتقدير لمن أزال الأشواك من دربي، إلى والدي، إلى بلسم شفاء أمي، إلى النفوس البارئة والقلوب الطاهرة إخوتي، إلى هاني، إلى صابر، وإلى بوم علمني معنى الحياة. مشوار ألف ميل يبدأ بخطوة، وأنا الآن أضع أول خطوة في هذه الدورة لقناة الصباح اللي نشكرها ونتمنى لها الريادة، ونتمنى الكل، نتمنى التوفيق والنجاح لكل المشاركين. وبالمناسبة أوجه تحية خاصة إلى الوالدين وإلى كل العائلة وإلى كل من شجعني ولو بنصيحة بملاحظة أو بدعاء. كل نجاح يبدأ بحلم، وهذا هو حلمنا أن نصير في مجال الإعلام. أقدم تحياتي لعائلتي أبي وأمي، وخاصة أمي التي شجعتني على هذا المجال. أقدم تحياتي لكل أصدقائي وكل معارفي من قريب أو من بعيد. أشكر قناة الصباح على هذه الفرصة، أشكر مشجعي الأول أستاذ نعيم. سعيد جدا بتواجدي هنا في مقر قناة الصباح الفضائية التي أزف من خلالها تحية عابقة إلى كل الأهل الأصدقاء والأقارب، خاصة عائلة بوعدي في كل أرجاء الوطن، لأن الطموح حق مشروع. انتظروني قريبا على قناة الصباح الفضائية في القريب العاجل إن شاء الله. السلام.